حنا مزيان، وهاد البقرة الله يخلف على هاد الناس اللي جابوها لينا إدماج، وكنشكر هاد الأولاد المؤطرين اللي جابوها لينا. وهاد البقرة إن شاء الله غادي نستافدوا من وراها الخير، والخير كثير، والشكر كيرجع لهاد الناس صحاب الزكاة، الله يخلف عليهم والله يطول عمارهم. الآن تنتواجد في دوار الحجر في عين هرودة من أجل توزيع أبقار على بعض العائلات المعوزة واللي هي في الحاجة واللي ما عندهاش دخل قار، ولكن يدخل يعني في نطاق الأنشطة المديرة للدخل اللي كتقوم بها الجمعية. وحنا اليوم بفضل الدعم المادي ديال مؤسسة الزكاة الأمريكية قدرنا يعني نشتريو ما يقرب من 19 ديال 20 ديال الأبقار اللي غادي نوزعوها في عدة مناطق بضواحي مدينة الدار البيضاء على ما يقرب من 18 إلى 20 عائلة اللي غادي يستافدوا من هذه العملية، واللي إن شاء الله كنتمناو أنه غادي تكون يعني مديرة للدخل بالنسبة لهم، ويكون عندهم واحد المدخول قار إن شاء الله اللي غادي يستافدوا منه. لهذا حنا جد مسرورين وجد متشكرين كذلك للممولين لهذا البرنامج اللي هي الزكاة، مؤسسة الزكاة الأمريكية، ولجمعية أو مؤسسة إدماج بعدة أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية، ومن بينها هذه المسألة يعني هذه العمليات أو الأنشطة المديرة للدخل. ما حاسه ما ضالنا، الحمد لله راه تمشي عن فين مشاك الله وما تاكل على قسم لك الله. هذه فرحه كبيره، والله يكبر بيكم، والله يحفظكم، والله يضمنكم. تعاوني هذه البقره غدا نتهلا فيها، نحلبها ونشربوا حليبها ونسيروا معها مع داك الثلا بقى العمر حنا مدبين معاها. الحمد لله درتوا لي باش نحل عينيا وباش نتدعى وباش نبركت انايا، حيت امراه ارمله ما سبق ما تدلي. اللهم جبتوا لي هاد المكمق، الله يجعل بك بربيكم، نتعاون بها ونحل عيني فيها ونتهلا فيها كما مهلين في وليداتنا. الله يجعل ربي يجيب لي تهلا لكم في وليداتكم، والله يحفظكم، والله يضمنكم، والله ينقي طريقكم من الشو. هذا هو الهدف، الهدف هو أن نتلاقوا مع عائلات اللي هي عائلة هشة عندها مشاكل، يعني ما عندهاش دخل قار، على السيدة الكبيرة اللي كتخدم على عائلة مكونة من تقريبا من 7 أو 8 ديال الأفراد، عندها حتى حفيداتها اللي هما معاها كترائيهم وكتحاول ما امكن باش يمكن لها تجيبهم القوت اليومي. حنا بهذه المبادره ديال الماشيه وتوزيع الماشيه على هذه العائلات كنحاولوا ما امكن انه يستافدوا منهم، يستافدوا من الحليب ديالهم، من البيع ديال الحليب كذلك، من الزبده ديالها الى اخره. وهي دابا راه يكون عندها ان شاء الله السابع عما قريب، لانه البقره اللي عندها راه غادي تولد في الشهر الاخراني، دونك غيولي عندها حفيد اخر. الحمد لله اللي كبر هذوك يكبر هذوك حتى تماما. وحنا كما كنقول لك يعني انه هذا التوزيع ماشي باش انه يتذبح ولا شي حاجه، باش بالعكس، لانه غيكون يعني مدير للدخل بالنسبه لهم، وترجع يعني العائله يكون عندها واحد الدخل قار ان شاء الله. ومن بعد كما قلت لكم من قبل غادي نحاولوا نديروا لهم تعاونيه ان شاء الله باش يمكن لهم يبيعوا الحليب للشركات. هذا هو الهدف المتوخى من هذا العملية. والشكر موصول بطبيعة الحال زكاة فونديشن اوف امريكا والجمعية مؤسسة ادماج للتنمية، وشكرا.